السلام عليكم خاوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننساو خاوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على الموضوع اليوم، حبيت نرجع للخطا وقع غلطتها فيما يخص ترتيب الكونغو. يا ريتها كانت 54، انا قلت 54 بصح هي ترتيبها 55 في الفيفا. هذه بقى كتصحيح فقط، الكونغو اللي رايحين نلعبوا معاها ماهيش 54، الترتيب تاعها 55. يا ريتها كانت 54. اذا الكونغو راح نلعبوا معاها، هذا هو تسيير الهاوي. الله غالب بطل افريقيا باش يطلع نيفو، لا لازم يهبط النيفو في اتحاديه اللي تعرفوها التسيير تاعها هاوي. اتحاديه اللي ما عندهاش مناجر لحد الساعه، ما كانش مناجر. اتحاديه الفريده من نوعها في العالم كامل، ما عندهاش مناجر. الله غالب هذا هو تسيير القمه الاحترافيه. بفضل الاحترافيه هذه جبنا كوب دافريك وما عندناش مناجر، برافو. اذا خوتي نخرج من موضوع الاتحاديه وموضوع المناجر والكونغو اللي محتله 55، نتكلموا على موضوع اليوم. موضوع اليوم هو تالق دائما دائما. انا ما نحبسش على سليماني، مانيش غنتوقف على اسلام سليماني. انا لو جيت بونجاح ولا اي لاعب جزائري في البطوله، ليس مش غير بونجاح، اي لاعب في الدوري الجزائري يروح يحترف في اوروبا، بوداوي، بن سبعيني، اي لاعب من عندي حتى مشكله ويتالق في اوروبا، راح نتكلم عليه كيما سليماني او اكثر من سليماني. سليماني منتوج محلي، منتوج وطني، لاعب محلي صحيح، ماهوش خريج لاماسيا ولا بارادو. الذي كاين الصحافه تهاجم سليماني وتكره سليماني. لو كان سليماني خريج بارادو وخريج تكوين نادي لاماسيا الباك، كانت الناس دنيا تتكلم عليه والصحافه كامل تضرب عليه ويقلبوه احسن حتى من كريستيانو رونالدو. مي بصح كي عاد ماهوش لاعب لاماسيا، لاعب بارادو، لاعب هاوي، الحمد لله لاعب الهاوي هذا راه كل يوم يبين. لاعب الهاوي هذا جارديم، المدرب البرتغالي لنادي موناكو والمدرب السابق الاسلام سليماني في سبورتينغ لشبونه، اطلب الحه الحاح شديد على سليماني. قال لهم يا سليماني يا مانيش غندرب موناكو، والحمد لله جابوا له سليماني. وبالفعل سليماني مقابله ورا مقابله يبرهن ويثبت. البارح سلام سليماني شيكور سلام سليماني مواصل المردود الرائع نتاعو. سلام سليماني بالامس سجل هدف، انا صراحه تفاجات، هدف رائع بالقدم ماهوش بالراس، لان سليماني كامل الناس يهاجموا فيه ويضحكوا عليه، قال لك تمنينا رجليه في راسه وراسه في رجليه. اذا سجل هدف رائع من الله ما يكون، لك للاسف الفار مثل ما دار مع اندي ديلور، الفار ايضا حرم اسلام سليماني من هدف رائع. صح اسلام سليماني ما توقفش وباقي يهاجم ويهاجم ويعاون الفريق نتاعو، وعطى باس ديسيزيف لجولوفين لوباها هدف رائع، والباس برازانا توقف حبس شاف زملائه وعطى الباس ديسيزيف. وش عايز يزيد اكثر من هكا اسلام سليماني؟ وكان ايضا فرصه اللي راح ضيعها بنيادر، الباس كره طويله على المقاس، بنيادر ضيعها. هذا اللاعب اللي قالوا عليه ما يعرفش يلعب سليماني. قلنا لكم انا متيقن، مش متاكد، متيقن 200% مش 100%، لو كان اسلام سليماني خريج لاكاديميه بارادو ولا يلعب في نادي بارادو كانوا كل يوم يطبلوا عليه. مي بصح كي عاد ماهوش خريج اكاديمية بارادو ولعب في البنيان وفي الشراقة وفي السي ار بي، يبقى لاعب فاشل. عبر تعرف الصحافة هذيك كيفاه تمشي والاعلام كيفاه راه يمشي، مع احترامي لبعض الصحفيين الاعلاميين الشرفاء. كون جا تاع بارادو كان ينفخوه، كانوا ينفخوه. ولا كون قال ماجر مدرب كبير كيما واحد يلعب في الخليج راكم تعرفوه، قال بلي ماجر لا مدرب كبير ولازم نعطوه الفرصه. لو دار الزوز حوايج هذوما سام سليماني كان هو محبوب الجماهير ومحبوب الصحافه ومحبوب الاتحاديه. لكن اسلام سليماني لا غالب ذنبه ماهوش خريج نادي بارادو، ما لعبش في نادي بارادو. اسلام سليماني ما قالش نعطيه فرصه لماجر، وما قالش ماجر مدرب كبير. لو قال ماجر مدرب كبير ونعطيه فرصه لماجر ثاني كانوا ينفخوه كيما نفخوا الناس اللي راهم في الخليج دركا لي ماركيو 4 ضربات جزاء، نفخوهم. الله غالب ما سليماني انسان صريح، انسان محترف،
وحنا نكرهو المحترف ونكرهو المستوى العالي، نحبو اللي يلعب في الخليج اللي سجل 4 أم 5 و4 بينونتية ضربة جزاء. هذا كل لاعب اللي عنده مستوى عالي، وهذا كل لاعب اللي نحبو يحبوه الصحافة، اللي قال له ماجر، قال له ماجر لازم نعطيه فرصة، مدرب كبير هذا كيحبوه الصحافة، يحبوا الصحافة. اللاعب اللي راح بإعارة مبلغ رمزي في نادي هذا ونصعد ونطلع للدوري الدرجة الأولى البرتغالية في جيل في سنتي ونفخوه نفخوه، رايح لسيسكا موسكو، نعيشي نتكلم باينة، رايح لسيسكا موسكو اسكت، رايح البوردو اسكت، رايح منش عارف اليوفي اسكت، رايح الموناكو اسكت، رايح لسنتي تيان اسكت، وفي الاخر راح جيل في سنتي، جيل في سنتي فريق متواضع، اطلع من الدورة الدرجة الثانية دوزيام ديفيزيون، طلع البريمير ديفيزيون وجابوا مبلغ إعارة رمزي، وزيد أكثر من هذا الشيء أنه مش يلعب، لعب دقائق والآن ما عادش يستدعى وما عادوش يلعبوا فيه. هذا اللي قالوا لنا عليه باللي يجيبوا نجاح من بعد نعيشي، من بعد الجوار من وراء نعيشي، يعني اللي يلعب في ألمانيا يجي وراء نعيشي، واللي يلعب في موناكو يجي وراء نعيشي، واللي يلعب في مونبولي يجي وراء نعيشي. هذا واش تعرفوا، قلنا لكم يا ودي احنا رانا بالعكس باش نطلعوا نيفو، لازم نهبطوه، احنا نهبطوا النيفو هنا، احنا رانا معروفين نهبطوا النيفو. وكاين بعض الناس، بعض الجماهير مش كل، لا سامحهم ربي على كل حال، كي يقولوا احنا بونجاح راهو هابط في المستوى نتاعو، بلنا رانا نكرهوا بونجاح وما نحبوش بونجاح وما نحبوش الخير بونجاح وما نحبوش الخير نعيشي، احنا ما نكرهوا حتى واحد، احنا ناس صراحه ما نكرهوا حتى واحد، احنا نحبوا المستوى العالي ونحبوا اللاعب الجزائري يبين ويثبت ويبرهن للصحافة انتم نفختوني، نبينك بلي انا نستاهل النفخ. ما كانش واحد يمركي 4 أو 5 بيلونتيات، الصحافة اكتب 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 بونجاح بونجاح، سجل 4 سجل 5، او يلعب في الدوري الالماني في الدوري الاسباني في الدوري القطري، انفق برا خطره. قال ماجر مير اونترينار وقال نعطي فرصة لماجر، اكتب عليه برا. واحد خرج لاماسيا، خرج الباك لما بارادو، كل رايح روسيا، رايح المانيا، اسبانيا، فرنسا، سنتيتيان، بوردو، طا 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 طا، في الاخر وين راح؟ راح جيل في سنتي ومش يلعب، كون غير لعب برك، قال على الاقل ولا قال معيش، يبدا بدرجه خفيفه صغيره، فريق متواضع، من بعد يطلع طموح نتاعو، رغم انه راح مولا 26 سنه، ما راحش مولا 19 ولا 18 سنه. واش تحب؟ حنا نهضروا الحقيقه، الناس ما يعجبهاش الحال. احنا قلنا ونعاودوا، نعيجي ولا بونجاح ولا سليماني لاعبين جزائريين ويلعبوا في المنتخب الوطني مرحبا بهم، ونحبوا ونقدروهم ونحترموهم بصح وشيء، احنا مع المستوى العالي. بونجاح عاد جاته عروض من اوروبا رفضها، جاته عروض من مارسيليا رفضها، اي باقي يحب المال الله يسهل عليه، على كل حال يحب المال على روحه. احنا نهضروا، احنا ماناش منافقين، ننفخوا بونجاح باش الناس تحبنا. انا بالنسبه لي اليوم شرفني، شكون مشرفني لحد الساعه؟ كاين ديلور وكاين اسلام سليماني، بالفضيل ممكن مع الوقت يرجع، راه كان من اصابه. انا فختوه ما دار لي والو، نعيجي انا فختوه ما كان والو، بالعكس ليكيب نتاعو مش كاعف فيه، خلاص قال له روح قينا بونجاح، انفخ يلعب في دوري ضعيف، مش يلعب في المانيا ولا اسبانيا ولا فرنسا ولا حتى البرتغال ولا، ما كانش دوري ضعيف. إذن أمور واضحة، إسلام سليماني اليوم تطرق غولوفين المهاجم الروسي، قال بلي إسلام سليماني نشكره على الباس ديسيزيف، وإسلام سليماني قال من اللاعبين الكبار. ثم هذا الروسي ما يعرفش موناكو، ما تعرفش إدارة موناكو، جارديم المدرب البرتغالي ما يعرفش، هذم كلها جهالة، هذوما كيعيطوا لسليماني عندهم مستوى هابط، ما يعرفوش الاحتراف، يعرفوا جماعة الخليج صح، اللي يحب يلعب في الخليج عنده مستوى عالي، واللي يخرج من الباك عنده مستوى عالي، صح سليماني خارج من السراقة وبنيه اللي جاردين، قال لازم هو سينو ما نجيش ندرب، ما نكملش ندرب موناكو، ما يعرفش، وغولوفين ما يعرفش، واش تحب؟ هذه الحقيقة الله غالب، أنا قلت لكم احنا الناس تطلع في النيفو. لا احنا نهبطوا في النيفو، ما نطلعوش النيفو.
يقعد عندنا لاعب متألق يلعب في أوروبا ويبين ويثبت للفرنسيين باللي لاعب منطقة الكبار وباللي الجزائر ولادة وعندها نجوم وعندها مواهب جزائرية، ويدي دائما في التنقيط مليح. فرنسا غلطة ما تعرفش، أوروبا غلطة ما تعرفش، حول الصعاب نتاعنا هي اللي تعرف، كانال بليس ما تعرفش، بي سبور ما تعرفش، ار ام سي ما تعرفش، هذو كل ما يعرفوش، ليكيب ما تعرفش، فرنس فوتبول ما تعرفش، ما يعرفوش. تعرف الصحافه نتاعنا تاع انفخ عرفت يعرفوا الواقع المر. حظ موفق لإسلام سيماني ومزيد من التألق، ولما لا الحصول على عديد من الأهداف وتسجيل عديد من الأهداف باش سليماني يثبت على الميدان، وخليه جماعة الصحافة وجماعة النفخ ينفخوا حبابهم اللي ماركيو ضربات الجزاء، ولا حبابهم اللي ما همش يلعبوا أصلا في البرتغال، ولا حديثي بقية. فلا خير خوتي، ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.